هذه الرياضة العربية الأصيلة متابعينا في جميع أقطار العالم، متابعي انطلاقات مهرجان سمو ولي عهد دبي الذي ينطلق في ثاني أيام بعد ما شاهدت المتعة والإثارة والحضور القوي في أشواط الرموز. هكذا أشواطنا مستمرة ويسير عاشر أشواط هذا المساء الخاص بمنافسة أيضا القعدان، انطلاقة سليمة وموفقة نتمناها لكل المشاركين. ونسير مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط إلى المركز الأول والصدارة الأولى، ياتينا الواضح لنايل بن محمد بن عبيد الشامسي على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما الانتقال مباشرة إلى المركز الثاني والغزال راشد بن سعيد بن سهيل بالدلاوي الاكتبي يتقدم على المركز الثاني، بينما انتقل الى المركز الثالث شعار مطر بن حمد بن عمير الشامسي يتقدم مع المركز الثالث، بينما اتابع الوصول اتابع الانطلاق من الجانب الاخر هنا مع المركز الرابع ياتي سبروت محمد الآن من قبل الظبي سالم بن محمد بالضبيعة الاكتبي، بينما هناك الوصول من شعار بن قدير القادم هناك ياتي ليقدم لنا مرشح راشد بن محمد بن راشد بن قدير الاكتبي، ولكن شوف الوصول شوف الانطلاق من قبل هنا راهي ياتي على المركز السابع يغير بشعار عبد الله بن محمد بن عبد الله النعيمي، والمركز الثامن المركز الثامن ياتي هنا بالانطلاق هنا حظ لعبد الله بن علي ابو حليبه الفلاسي، المركز التاسع اللي وصل في هذه اللحظه اللي تقدم هذا الشامخ لعبد الله بن سلطان الغفيلي، وعاشر المراكز شوف هناك الوصول لياتي هنا ايضا الاعور خميس بن عبد الله بن سالم السعدي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو ندائنا للعشرة المراكز الأولى، ولكن سيل جارف من الأسامي من الشعارات القوية المشاركة في هذا المساء الحاضرة بهذه السلالات من جميع ميادين الخليج بحضور ومتابعة رعي المهرجان سمو ولي عهد دبي، ولكن عودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى البداية. الله يا ريمان 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 على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول ياتي بشعر عبد الله بن مطر بن عمير الشامسي، نعم على مقدمة هذا الشوط بدينا ننحني ونلتفت مع الالتفاف الأخير، المركز الثاني بالضبيعة غادم الآن ليقدم لنا الضبي سالم بن محمد بالضبيعة المركز الثالث، المركز الثالث القادم هنا مياس لمايد بن محمد بن صغير الهديوي، ولكن شوف الوصول شوف هناك ايضا القادم في هذه اللحظة هذا حداد اللي انهد لعوض بن علي بن سعيد الدرعي، ولكن تغيير تغيير على مقدمة الشوط، الفارس غير غير الفارس سيف بن ضاحي الرميثي تسلل إلى الفوز إلى الانتصار، اللحظات الأخيرة خلاص الفوز بدأ يقترب، الفارس هو الأقرب حتى الآن، المحاولة مع المركز الثاني ياتي في هذه اللحظات يتقدم هنا مياس مايد بن محمد بن صغير الهديوي، ولكن الفارس هو فارسي هذا الشوط، هو فارسي هذا الشوط، سلام إلى السمحة، سلام إلى السمحة، سلام تهانينا والناموس إلى مالك الفارس سيف بن ضاحي بسيف رميثي. المركز الثاني وصل مشاهدين الأعزاء اللي هو أيضا اغزيلان لنايف بن عودة بن سليمان العيبوني ايضا وصل في المركز الثاني والمركز الثالث،
المركز الثالث كان الوصول من مياس لمايد بن محمد بن صغير الهديوي. المركز الرابع كان الوصول من هداد لا ايضا عوض بن علي بن سعيد الدرعي. المركز الخامس وصل في النمر لمحمد بن حمد بن صالح العامري. هكذا هي النتيجة. عودة إلى التوقيت الزمني، الفارس بخمس دقائق 52 ثانية، سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى مالك الفارس سيف بن ضاحي بن سيف الرميثي الذي خطف ناموسي هذا الشوط وسيارتي هذا الشوط بالفعل، بينما وصل في المركز الثاني اللي هو أيضا غزيلان بتوقيت زمني مقداره 5 دقائق 54 ثانية، جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لنايف بن عودة بن سليمان اللي احتل المركز الثاني. والمركز الثالث اللي وصل في مشاهدين الاعزاء مياس بتوقيت زمني مقداره ايضا 5 دقائق 55 ثانية، ايضا 3 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى مالك مياس مايد بن محمد بن صغير الهديوي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.